كالشمس تسطع بين أهل العلم، تثري النهام الباحثين بفهم. في كل عام ندوة وتدارس، وتطوف بين الباحثين كنجم. إنها سلسلة منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في النسخة 44 من منتدى البركة المبارك بعنوان مقاصد الشريعة، الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي. في أيام حياة الشيخ صالح كامل رحمه الله الحافلة بالعطاء، تحققت فكرة تحويل ندوة البركة إلى مؤسسة فكرية عالمية. تأتي ندوة هذا العام لتنزل بالمقاصد الشرعية إلى أرض الواقع، وتحديداً لتعمل على تطبيق مقاصد الشريعة وتحقيقها من خلال مؤسسات الاقتصاد الإسلامي ومنتجاته وخدماته. إننا نتطلع إلى حلول عملية لتكون مقاصد الشريعة عموماً ومقاصد الاقتصاد الإسلامي عنوان المرحلة القادمة. إننا لنهنأ بهؤلاء الباحثين الذين قدموا من أصقاع الأرض ليشاركوا بفكرهم ورأيهم واجتهاداتهم الفقهية والاقتصادية والمالية ليظهروها للعالم أجمع. وأسرع آلية للتطبيق هي نقل التجارب الناجحة من دولة لأخرى، ولعل تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير القطاع غير الربحي بكل مؤسساته جديرة بالاهتمام، فهي نموذج يحتذى به. ضرورة العمل المشترك لتعزيز اقتصاد إقليمي وعالمي بأخلاقيات وضوابط إسلامية تركز على قيم العمل والعدالة والمسؤولية، ويأتي على رأس هذه المؤسسات منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي. ونبدأ باتفاقية التعاون بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والمركز السعودي للتحكيم التجاري. والآن مع اتفاقية التعاون بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية. هذا إهداء كريم، فليتفضلوا مشكورين. فأهلا بكم في اليوم الأول من منتدى البركة 44 للاقتصاد الإسلامي. آن الأوان أن نصنع مستقبلنا بأنفسنا وليس بأيدي غيرنا وبفكر غيرنا. هل المقاصد التي نتحدث عنها مقاصد الشريعة الإسلامية التي يتحدث عنها الفقهاء، أو أن هذه المقاصد لم تكن موجودة ومعروفة لأولئكم الأعلام الذين كتبوا في المعاملات المالية؟ خصوصاً وأن موضوع المقاصد الشرعية الحديث عنه في هذه الآونة لم يعد من باب الرفاهية. في هذا اليوم الثاني من منتدانا العامر، منتدى البركة 44 للاقتصاد الإسلامي، في هذه الندوة المباركة تستمر أعمالها في 3 جلسات علمية في هذا اليوم إن شاء الله عز وجل. صناعة التكافل فيه تحقيق للمصالح التي تريد الشريعة تحقيقها وإقامتها في المجتمع المسلم. But the implementation of مقاصد الشريعة framework is not only the responsibility of the Islamic financial institutions. We need to be fair to them. We need to understand the implementation of the مقاصد الشريعة framework is a multi-stakeholder responsibility. بحاجة إلى مؤسسات 20-30 مؤسسة مثل منتدى البركة، لأن العالم الإسلامي هو فعلاً عالم ضخم، ومعطياته والتنوعات التي فيه ضخمة جداً. فموضوعنا لندوة العام القادم التي ستكون بإذن الله الندوة 45، سيكون هو مستقبل المصرفية الإسلامية بعد رحلة 50 عاماً.